بلا البوليس عشان ينقض علاج المجنون ده، وكمان عشان يحموك من اللي بيحصل. انت دلوقتي شخصيه مهمه. عايش اي ممكن ابلغ البوليس والناس الاجانب، ما عنديش مانع، بس هم فين؟ اروح البوليس اقول لهم مين ولا مين دول كده بيطلعوني كده. يلا يا عايشه على رايك. يلا قبل ما تقع. طب على اي يا محمود نبلغ البوليس بالنسبه لابو يزيد؟ ابلغ البوليس ازاي؟ عايزاهم يقولوا عليا مجنون. يا حبيبي يقولوا عليك مجنون احسن ما تموت بطيس. لا لا يا عايش، صراحة بقى اني ان ما متش على ايد ابو يزيد هموت على ايد الغرب، ويبقى كده زيدنا في دين احسن. يا محمود انت بتهزر؟ هو انا حبيبي اقدر اعيش من غيرك ثانية واحدة؟ طيب زقريدة بلاش السواكة دي. صحيح يا زقريدة انت بتحبيني؟ طبعا يا حبيبي. طب بلاش النعومية دي احسن، ضميري هيأنبني على اللي عملته امبارح. ليه؟ هو حصل ايه ليلة امبارح؟ لا مفيش حاجة مفيش حاجة. لا أصلاً امبارح اسكوتي مش مسكت كتاب الزر وقعدت أقرأ فيه. كتاب في الزر. أيوة. طب خلينا بقى في موضوعنا يا حبيبي. أيوة. خلاص هملها البوليس. البوليس اللي طلع عليك ده عايشة البوليس ده خلينا احنا بقى في الأهم. عايز تروح البيت عندي تجيب لي اي هدوم البسها، انا هدومي قرحت واتقطعت واتبهدلت، ده الراجل بتاع الساوله لما هم لي في وشي بطول دراعه ما طاقش يديهم لي. يا حبيبتي انا ضربت ضهري يا زقريدي فوق دماغي، انا كسرت الدماغ كله في ده في ده الاختراع. خد يا حبيبتي اروح انا اجيب لك الهدوم. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا حبيبي على ما رجعت. تعال. ايه؟ توتي قلت خلي بالك من نفسك يا حبيبي. لا قولها لي بغموس مش حاب. تعال. باي باي. باي باي. تقدر تقولي حضرتك انت تبقوا مين؟ احنا المعلمين. افندم خوارج ومعلم، انتوا هنا بتعملوا ايه؟ انيميشن في ماموريه. ماموريه؟ ماموريه ده يا جدعان؟ مستنيينك، حضرتك هتيجي معانا. اجي معاكم فين؟ مشوار صغير. يا سلام ببساطه كده. طب وايه الظرفات؟ بصراحه ما اضمنلكيش الكونسيكونس. نعم اقصد العواقب. خلاص لو بتقول عواقب زي ايه؟ متربي في السبتيه؟ انا شايف انك بتهزري مع انك في ازمه. In a very bad situation. يا سلام لا مش قوي كده يعني. ايه يا عيني كده توافق؟ ابعد منك لا. راحت فين دي؟ بالله. الو مين؟ ايوه انا طبعا. ومين هيكون مين؟ لا مش موجوده في الشغل. بس يعني كنت بسال، يعني هي ما جاتلكمش تاخد حاجه من عندكم كده ولا كده؟ تاخد حاجه في ايه يعني؟ بتتعصب عليا ليه؟ مين بشتغل عندك؟ ايه؟ خلاص ما تقلقوش انتوا، المهم انتوا ما تقلقوش، اني هدور عليها يا عمي. عندك؟ يا اخي عمك دبب. انت بتقفل السكه في وشي؟ تقفل السكه في وشي؟ منك لله، منك لله. عارف سايباني الواحد وراحت فين دي؟ راحت بني داهيه ولا مصيبه؟ الو انجينير محمود عبد الظاهر. ياس ايوه انا هخش معاك في الموضوع على طول. احنا جينا لك الاول بالذوق. اند ام فيري سوري انت اضطرتنا نخش معاك مدخل تاني. احنا تحت ايدنا دلوقتي مس عيشه، اظن تعرفها كويس. بتقول ايه؟ طيب اكلمها. الدبان الازرق مش هيعرف لها طريق. جره جري؟ تقدر تقول جري يا جربان. مفيش قدامك غير سكة واحد عشان تنقذ حياتها، ده إذا كان يهمك أمرها. طيب اديني يا عايشة. إحنا التعليمات عندنا واضحة،
واذا ما جبتش الاختراع بالكامل قبل الساعه 4 هنخلص عليها. عايز اكلم عائشه. في عربيه هتجيلك الساعه 4 قدام الاوتيل at 4 o'clock sharp، هتجيبك وتجيب الاختراع معاك، مفهوم؟ عايز اكلمها يا جون. جون ادهالي اكلمها. مفيش مانع، هاتوها. محمود انا عايزه يا محمود، ما تجيش يا حبيبي ما تجيش، انا كنت عايزه اضحي بنفسي يا محمود. تضحي بنفسك ازاي يا عائشه؟ انت تخربشتي في مخي. احنا ما بنهزرش، العربية هتجيلك الساعة 4 اكزاكتلي، ومن هنا للساعة 4 فكر زي ما انت عايز. اهدي قبل ما شاور للتاكسي وقافلي. ما شاء الله، ده ولا شغل السيمي. اطلع دغري. فين بس الورق عشان تصميمات وبراءه اختراع؟ لا ورق ولا تصميمات ولا براءه اختراع ولا زيت. وابعد عن وشي لك ارمشهولك. اروح ابرجلي مسلوخه جوه. اه جوه بيحبني. اهلا يا محمود. اهلا 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 اهلا. انت فين؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. اديت الاوراق الاخيره للاستاذ عبد السلام. ايه الشياكه دي يا محمود؟ الغداده دي. بتضحك ليك؟ نفسي تضحك. انت دايما بتضطهدني ليه يا محمود؟ عشان لما عاوزك بيلي ما انتش عارف بالكارثه والمصيبه اللي فيه. ايه حصل ايه؟ جماعه الخواجات اللي بيتفضلوا عايزين ياخدوا مني براءه الاختراع. انا عارف ان كل الناس بتقلب عليك الدنيا، ولا يهمك انت وشلوت. شلوت ايه؟ انا اللي خدت شلوت. ليه؟ خطفوا عايشه. ايه؟ ايه؟ جاك قوي منك ليه؟ قلقان زي ما بقول لك كده. هي وخطفوها وبيهددوني بقتليه هي لو ما سلمتهمش اختراع. خلاص نبقى البوليس حر. بوليس ايه اختراع؟ بوليس قال دي مافيا، مافيا دي عامله حسابها على كل صغيره وكبيره، واي غلطه مني ممكن ينفذوا تهديدهم، ودول الجماعه ما بيهزروش. طب والحل ايه؟ مفيش حل، لازم اديهم براءه الاختراع. انت اتجننت؟ انت اتجننت؟ امال عايزيني اسيبها تموت؟ نفكر. تفكر ايه؟ انت بتعرف تفكر ولا تهبب؟ شو مفيش وقت مفيش فرصه، المعهد عندهم الساعه 4 ولا يمكن اسيبهم يقتلوه. محمود التصرف اللي هتعمله ده غلط. ايوه ممكن يعرضك للمساءله القانونيه. انتوا بتفكروا في مصلحتكم وبس. انا بفكر في الانسانه اللي وقفت جنبي ساعدتني وامنت بافكاري ومستقبلي وبعبقريتي في الوقت اللي كلكم اتهمتوني بالعدم والجنون. منك الا اشوف فيك يوم يا عبد الجواد انت وانيسه ومراتك تشحتكوا عشان عايزين نتسبب في موته. انتوا كده تبقوا انتوا المجانين والمعادين. محمود ماشي ماشي بلا محمود بلا زفت. انا بقول لك ايه، انا جاي اقول لك الكلمتين دول وبس، انما القرار انا خدته من زمان من ساعه ما قلت انهم خطفوه. عن اذنك ما تفتحش بقك. فاهم ولا لا؟ يا ابني ولا ابنك ولا زفت.
بقول لك ايه، لو بلغت البوليس عيش هتبقى الخطر، وانا هنتحر في الدواء والله احذر. فاهمني ولا لا؟ منك الله يا ربي. يعني ما يخترعش الاختراع العظيم ده غير المجنون ده؟ ده غير ايه دلوقتي؟ لا يعني ما قدرتش على الحمار، هتقدر على الاحمر منه. محمود لا ضرب يا شرقانك الدمك، انزل زق انت زق. انا هطلع حالك بسرعه. انتوا اللي مستنيني؟ انتوا اللي تبع جون؟ يس جون. منزل ايدك، افتح لي الباب. نزل ايدك. اهلا وسهلا مستر محمود. اهلا سي جون. اهلا ست سوني. انا نفسي افهم ايه اللي جمعكم مع بعض، عايز افهم مع انكم جوه نفسيكم بتكرهوا بعض. احنا مصلحتنا دلوقتي كلنا سوا سوا ان اختراع كبير زي ده ما يطلعش من بلد صغير زي بلدكم. مش معقول بعد ما طول عمرنا بنبيع لكم نيجي نشتري منكم، دي تبقى مسخره. ايه دي كمان صعبان عليكم اننا نقب على وش الدنيا؟ احسن لك تدينا الاختراع. انتوا ايه؟ ما انتوش خايفين بعد ما نخرج من هنا بعد ما عرفنا المكان نبلغ البوليس؟ مش هيلزقوك على قفاك يا بعد نص ساعه اكزاكتلي كلنا هنكون باي باي برا مصر. هتقتلوني؟ بقول لك هات الاختراع. بعدين حبيبي تعالوا هون. تعال حاسب يا عايش يا بنتي فيها تفعيل ده وقته.
انت كنت فين؟ انا مستنيك من زمان. تعال جنبي جنبي. لا جنبي. اخلقهم لي من تحت الارض. يلا. نامي يا حلوة نامي. هو ناكل دموكم. يا نهار اسود، بقول لسعادتك ايه؟ هنخد تحتك. تعالى هنا، تعالى هنا يا ابن الفضل. إذا سمحت ناويني البنطلون عشان أضرب ببريستيج. كان من خيرة الشباب. يا ابن الجنية ده القواني ما بقدرش اعمله. ترى نيهونجي وان نيجي تاخو غاية. تعالى تعالى كده امك هتغرق. تعالى اوقف الشمس. تعالى ترى نيهونجي وان نيجي تاخو غاية. عم بجواد سام سام ورجال الامن. ايه الحكايه؟ مش فاهم حاجه. احنا كنا مراقبين العمليه من الاول لاننا حسينا باللي كان ممكن يحصل لك بعد الاختراع العظيم اللي انت اخترعته ده. الله يكرمك، كان في بهايم مش فاهمين الحكايه دي. اتفضل سعادتك. احنا كنا مستنيين لما نشوف هيوصلوا لحد فين ونقبض على العصابه كلها. يا استاذ محمود، انت ثروه قوميه، ازاي كنا هنسيبك لوحدك؟ اهدي اهدي يا عمي يا مستتب. دي الذكاء والألمعية والعبقرية دي، انتوا حمايتني، انتوا اللي بتحموني. بس انا في حاجة مستغلقة عليا، انا عايز افهم ايه حكاية ابو اليزيد دي بقى. ابو اليزيد بعد ما كان بيراقبك قبضنا عليه واعترف بكل حاجة وشغلناه مرشد معانا بعد ما فهمناه ايه هو الوضع.
كل ده يطلع منكم يا عم. اهدي البكاكه دي. وهالسجون بيقول بلد صغيره. قال انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ اسكت يا اخويا اسكت اهو اسكت. انا ما عنديش شغل مش كلام الفارغ ده. امسك. تعال انت يا عايش. تعال تعال يا حبيبتي. تعال يا عايشه يلي وقفتي جنبي في نجاحي. بيتك وبتعيشتك صنع في مصر.